لكن السؤال قال إن في سفر التكوين في الإصحاح الأول، سفر التكوين الأصحاح الأول، في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه، وقال الله ليكن نورا فكان نور، ورأى الله النور أنه حسن، وفصل الله بين النور والظلمة، ودعا الله النور نهارا والظلمة دعاها ليلا. وبعدين بنلاقيه في اليوم وده كان اليوم الأول، وبنلاقيه بعد كده بينتقل انه ما كانش لسه خلق الشمس اللي هو النورين العظيمين اللي هو الشمس اللي ضياء النهار والقمر اللي بالليل. فالحقيقة يعني هو بيقول امال النور اللي كان بيتكلم عنه في البداية خالص دوت كان ايه لما ما كانتش لسه الشمس اتوجدت. فالسؤال هنا بيقول الكتاب المقدس بيخالف العلم في ان ما كانش في حاجة اسمها نور قبل ما يتوجد الشمس. فاتمنى من حضرتك توضح لي بس النقطة دي، واشكرك جدا وسلام ونعمة المسيح معك. لحضرتك ردين على هذا الموضوع، وحأوضح انا رأيي ايه والرأي التاني اللي انا برفضه لكن برضو حقدمه هو ايه بعض الاخوة الاساتذة الاحباء المسيحيين بيقولوه، فحقول رأيين. رأيي انا الاولاني حسب ما درست واضح بشدة انه الكلام هنا عن النور وليس الشمس. اسأل اول، هل الشمس هي مصدر كل نور؟ شكرا استاذ ابو ليلى، ربنا يبارك حضرتك. ايوه ولا لا؟ هل الشمس مصدر كل نور؟ لا. جميل. طب هل الشمس هي اللي خلقت حاجة اسمها نور، موجات ضوئية، كينونة النور ذاته؟ برضو لا. لكن الشمس بتصدر نور، لكن الشمس لم تخلق انتيتي اسمه نور، اسمه فوتونات. هي الشمس واحد من مصادر هذا النور ولكن ليس الخالق النور نفسه. طيب النور جه ازاي؟ منظومة انه يوجد بعض الموجات او الحاجة الوسيطة ما بين الجسيمات والموجات اللي تقدر في حاجات مراحل معينة تبقى موجات، وفي حاجات معينة تانية تتصرف كأجسام كجسيمات وما يسمى بالفوتونات، ويكون ليها موجات ضوئية مختلفة، واللي هي لما تتخزن في شكل طاقة في بعض الذرات ولما يحدث تفاعل ذري ممكن يعود انتاج هذه الطاقة مرة تانية في شكل ضوئي. جت ازاي او كونت ازاي او اتخلقت ازاي؟ الذرة لم تخلق النور. التفاعل الذري لم يخلق النور، التفاعل الذري يعكس طاقة اكتسابها بالفعل سابقا. لو معايا لغاية دلوقتي استاذة ايسا دورة ومتابعاني ومعقدش الموضوع عليك اكتبي لي واحد. جميل. علشان كده الروعة بتاعت ان الكتاب المقدس استخدم تعبيرين لما اتكلم على النور اللي في اليوم الاول ونور اليوم الرابع، رغم انه في العربي استخدم كلمة نور الا انه في العبري استخدم كلمتين يمكن من اصل واحد ولكن كلمتين مختلفتين. استخدم في الاول اور اللي هو النور ذات، استخدم في التعبير الثاني ما اور او مصدر يديني هذا النور، وفرق لي ما بين اتنين، جسم مضيء. فنتكلم عليه التكوين في اليوم الاول بيتكلم على النور ذاته، الانتيتي بتاعه النور، موجات النور. اما اللي بيتكلم عليه في التكوين في اليوم الرابع يقول عليه ماور، جسم مضيء يعكس او يعطي هذا النور اللي تم وجوده او خلق او صمم قبل وجود الاجسام المضيئة.
فاللي بيتكلم عليه في اليوم الأول هو النور ذاته، اللي بيتكلم عليه في اليوم الرابع أحد مصادر النور. الله خلق النور، ده إيماننا، وخلق كل شيء بما فيه النور ذاته، بما فيه الطاقة اللي خزنت في الذرات اللي بعد ذلك، اللي لما يحدث تفاعل ذري أو غيره أو طاقة حرارية أو غيره تكون تبعث هذا النور اللي تم تخزينه فيها سابقا. أوكي؟ ده اللي بيتكلم عليه هنا باختصار شديد. علشان كده الكلام في سفر التكوين إصحاح 1 بيتكلم على خلقة النور، أما سفر التكوين إصحاح 4 بيتكلم على أحد الأجسام المضيئة اللي تصبح بعد ذلك تبعث هذا النور اللي أريد يخزن فيها، اللي أصبح موجود فيها. ده باختصار شديد ده الإجابة. على فكرة في بعض الدراسات وبعض النظريات بتقول على فكرة يوجد مصادر مضيئة من الموجات الصوتية. أوكي؟ فحتى الإيمنيسس اللي هي نظرية تعبر على يوجد بعض الأقوال، قول معين بأمواج صوتية معينة قوية ممكن لما يصطدم بمياه يعطي نور، دي اتكلمت عنها قبل كده ولكن مش هدخل فيها الآن. دي حاجة جميلة جدا وفعلا نلاقيها جميلة تتفق مع الكتاب المقدس، لما قال الله ليكن نور فكان نور. كلمة الله خلقت النور، خلقت النور كإنتيتي، خلقت النور كموجات، خلقت النور ككينونة، خلقت النور كقوانين تنظمه، خلقت النور بكل ما يحيط بالنور من نحن نعرفه، وحتى الكلمة نفسها لما تصطدم بالمياه تكون نور. ده أولا. في نظريات زي ما قلت لحضرتك عليها ما تسمى بالموجات الصوتية المضيئة. أوكي؟ أما الكلام عنه في الأجسام المضيئة بما فيها الشمس اللي تصبح مصدر للنور، وهي مصدر من فين؟ ما بتخلقوش من العدم، ولكن هي بتعكس طاقة خزنت فيها بالفعل سابقا، وبقية النجوم والأجسام اللي تعكس الأشعة الضوئية زي القمر وغيره، ده أجسام ليست هي خالقة للنور ولا مصدره، ولكن هي تصدره، سواء تصدره من تفاعلات في طاقة خزنت فيها بالفعل أو تصدره عن طريق انعكاس عليها. حتى الآن معايا أستاذة إيسا دورة، حضرتك عايزاني أقولك التفسير الآخر اللي بيقولوه أساتذة أحباء مسيحيين ويحاولوا يتماشوا فيه مع ادعاء قدم العمر؟ أنا لا أؤمن بيه، لكن أنا مستعد أقوله لحضرتك، لأن أنا ما أؤمن بيه أن ربنا خلق فعلا في 6 أيام. في اليوم الأولاني خلق النور وخلق الأرض والسماوات، في اليوم الثاني فصل المياه، وفي اليوم الثالث خلق النباتات، وفي اليوم الرابع فعلا خلق الشمس والقمر، لكن النور كان ربنا خلقه قبل كده. التفسير الثاني اللي هو بيفسر، وأنا لا أقبل هذا الكلام وبعتبره خطأ، ولكن بقوله كفقط حيادية أن أقول الرأي الآخر الذي لا أقبله، وحتى لما قلت في الموقع ناس فكرتني ان انا ده ما اؤمن بيه، رغم ان انا لا اؤمن بيه ووضحته من الاول، يا جماعه ده مش ايماني، لكن انا بقوله فقط. حتى ساعتها كانت شبهه بتهاجم كلام القس منيس عبد النور، فقلت لو الكلام ده انا لا اؤمن بيه، انا اؤمن بكذا كذا كذا، ولكن حتى لو هنتناشى مع الكلام ده برضو كلام القس منيس عبد النور صح مع ادعاء قدم العمر. اللي بيؤمنوا بقدم العمر، اللي بيؤمنوا فعلا ان الكون بدأ بانفجار من البيج بانج، والانفجار ده انتج عناصر ذرات اولية اللي هي الهيليوم والهيدروجين اولا ثم الهيليوم، دول لما ابتدوا يتجمعوا مع بعض ويضغطوا يكونوا نجوم الجيل الاول، اللي ابتدوا ينفجروا يكونوا عناصر اتقل في السوبر نوفا ويكونوا نجوم الجيل الثاني والثالث، منهم النجم الشمس. بس نجم الشمس اتكون ازاي؟ نجم الشمس تكون عن عبارة عن سحابة سديمية. السحابة السديمية دي اللي كونت ما بعد ذلك المجموعة الشمسية اللي نتجت عن انفجار سوبر نوفا لنجمة قبل كده قديم. السحابة السديمية دي لما حصلت كانت العناصر الخفيفة مع بعض المعادن في المنتصف والعناصر الأتقل في الأطراف، بدأ يتجمع في المنتصف الغازات اللي فيها تفاعلات زي
الهيدروجين اللي يتحد مع بعضه يكون هيليوم. انا لا اؤمن بهذا الكلام، بس ده التفسير العلمي للي بيؤمنوا بقدم عمر الارض والكون، رغم ان انا لا اقبله، وعندي ادلة عكسية كثيرة وعندي نقد عليه كتير جدا، ولكن انا بقول هم بس بيقولوا ايه. فالسحابة السديمية لسه دي فيها ضوء، الضوء السديمي قبل ما يتجمع المركز مكونا ما يسمى بنجم الشمس، بمعنى نجم الشمس. في الاطراف العناصر الاتقل اللي بدأت تتجمع مع بعض مكونة ايه؟ الكواكب زي كوكب الارض وغيره. بس الفرق ما بين المجموعة الشمسية اللي اتكونت من فترة زمنية طويلة، واللي تابع معايا في الفيديو انا بحاول انزل حتى اللينك على التكست، واللي يحب يتابع معايا رسم توضيحي، انه باختصار شديد لو انا عندي المركز هنا، الشمس لسه ما اتجمعتش، هي سحابة سديمية لكن لسه بتتجمع، ولكن المواد اتقل اللي بره حواليها بدأت تتجمع في كواكب، فالسحابة اللي في النص دي غازات لسه بتتجمع حوالين بعض. الكواكب اللي بره اتقل ولكن اصغر بكثير جدا جدا في كتلتها. لو عند حضرتك كورتين، كورة حديد في حجم كرة القدم وكورة حديد في حجم كرة التنس او البينج بونج او الجولف، معايا استاذة ايسا دورة، والاثنين مسخناهم حضرتك لدرجة واحدة 500 درجة مئوية مثلا، وسبت الاثنين يبردوا تدريجيا، مين هيبرد الاول؟ الكرة الصغيرة. ليه؟ لان كتلتها اصغر، حتى لو بتفقد نفس المعدل الحراري لكن محتوى الحراري قليل، كتلتها صغيرة هتبرد اسرع، وده معروف. يعني اي حد يجيب كرتين مختلفتين في الحجم يسخنهم ويشوف مين هتبرد في الاول، الكرة الاصغر. فلو هناخد بهذا الكلام كوكب زي كوكب الارض ده كتلته اصغر بكتير جدا 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 من الشمس، برد اسرع بكتير جدا من الشمس، وكون الكوكب اللي احنا شايفينه وكون القشرة الارضية. طب الكوكب ده هل عليه نور؟ النور ده جاي من فين؟ من السحابة السديمية اللي لسه في النص ما اتجمعتش وخدت شكلها النهائي اللي هو نجم الشمس. فالنص الكوكب ده اللي مواجه للسحابة السديمية منور نور، النص الكوكب ده اللي بعيد عن السحابة السديمية بعيد عن النور مظلم ليل ونهار، والكوكب ده بيدور حوالين نفسه. طب ايه اللي حصل بعدها بشوية؟ السحابة السديمية دي اللي بتتجمع من غازات تجمعت قوي لغاية ما في الاخر كونت نجم اسمه نجم الشمس، بعد حقب زمنية وخد شكله النهائي واصبح ساعتها هذا النجم مكون. اللي بيقولوا الكلام ده بيقولوه كتفسير يحاولوا يتماشوا فيه مع فرضيات قدم العمر والبيج بانج، وادعاء ان الشمس فعلا عمرها 4.7 مليار سنة والارض عمرها 4.6 مليار سنة وهكذا. فبيقولوا ان بناء على الكلام اللي قاله الكتاب المقدس، ان في اليوم الاولاني اتخلقت فيه الارض وكانت بردت في الحقبة الزمنية دي، واتخلق فيه النور، ولكن السحابة السديمية دي لسه ما بردتش، فهي لا تعتبر نجم الشمس، هي لسه مصدر للنور، ولسه الشمس بعد كده بدأت تبرد تدريجيا، ولكن أثناءها كانت الأرض بردت، وأثناءها انفصلت المياه عن اليابسة، وبعد كده بدأت تظهر النباتات معتمدة على الإضاءة اللي جاية من السحابة السديمية اللي لسه بتبرد، لغاية ما في اليوم الرابع بعد ما كان بدأت تظهر النباتات أول الفطريات على الأرض، بدأت بعدها الشمس تاخد شكلها النهائي كنجم. ده يتفق مع كلام العلم، رغم ان انا في رأيي ان الكلام ده لا يتفق مع العلم، والعلم ده غلط، واللي بيقول التفسير ده غلط من الاخر، وعندي نقد كتير لهذا الكلام، لكن برضو قلت من الامانة اذكر لحضرتك التفسيرين.
اوكي، فدول التفسيرين اللي بيتقالوا. انا بالنسبه لي التفسير الثاني اللي قلته غلط جمله وتفصيلا، لان العلم كمان اللي بيحاولوا يقولوا ان الكتاب المقدس يقصد بيه ده عشان يتماشوا معاه تفسيرهم غلط، والعلم اللي بيدعوا بيه برضو ده علم غلط، ده مش صحيح، ده مش علم حقيقي، لا يعتمد على التجربه والاختبار، لان التجربه الحقيقيه اثبتت انه عمر الارض اقصر بكثير، استحالة ضغط الغازات عشان تكون نجوم، واستحالة انفجار جسم أولي يكون نجوم الجيل الأول تكون نجوم الجيل الثاني والثالث. وأبسط سؤال اللي يؤمن بهذا الكلام، أين نجوم الجيل الأول اللي المفروض لسه نكون شايفينها حتى الآن؟ ابحثوا عن ما يسمى بال First Generation Stars، لو لقيتهم ابقوا تعالوا قولوا لي، مع ملاحظة بيقولوا لا دول انفجروا، لا طب بس المفروض ان احنا لسه بنشوف انفجارهم دلوقتي، ده غير صحيح. اوكي، وقلت لحضرتك الرأيين، لكن قلت لحضرتك انا ايه اللي اؤمن بيهم عشان اكون دقيق في كلامي.